والله مثل ما كسرنا روسيا، مثل ما كسرنا ايران وحزب الله وشيعة العراق وكل شيعة العالم، كسرنا راس بوتين وجيشه، وان شاء الله رح نكمل على الاسد ونكمل على اكبر راس بده يعتدي على البلد والشعب السوري. انا رايي بالانسحاب الروسي انه الحمد لله تم تكسير راس روسيا وراس بوتين، واعتبر انسحاب روسيا من سوريا هو انتصار للشعب السوري وانتصار لهالابرياء وهالشهداء اللي قاموا الذين قاموا ببذل دمائهم في داخل هذا الوطن. والله خطوه متقدمه لمواصله الثوره وانتصار الشعب السوري، فيعني هي بدايه يعني لشو؟ لتحقيق اهداف الثوره. الانسحاب الروسي هذول كذابين، ما انسحبوا، هذول كذابين بس اعلام. لو ما انكسروا مطلوب من عنا. الحمد لله الانسحاب كان كتير مفيد للوضع في سوريا ونحن مبسوطين، وان شاء الله الله هيك بيأتي النصر على خير وان شاء الله خير. يعني الانسحاب الروسي اللي تم بسوريا هو انتصار وتأكيد على نجاح الثورة السورية وبقاء مستمرة، بقاء العطاء. فينا نقول كمان الضغط العربي أو مجموعة الضغط العربية بعد عاصفة الحزم ورعد الشمال، في عنا أمطار إن شاء الله ربيعية بشام عما قريب بإذن الله تعالى. الانسحاب الروسي إجا بعد خروج المظاهرات والاستمرار الثورة السلمية في جميع مناطق السورية، يعني الروس شافوا إنه السوريين صعبين المنال وصعبين إنه يتنازلوا عن حقوقهم، لهيك قرروا إنه ينسحبوا ويتحاشوا هذا الشعب العظيم اللي قرر إنه يثبت على ثورته ومبادئ ثورته خلال 5 سنوات. والله بظن إنه الانسحاب الروسي من سوريا هو ما عجبهم البنات شات أعضاء حماس، فلهيك بدهم ينسحبوا. هي من بداية الأزمة، من أول ما دخلت روسيا بسوريا، هي ما دخلت مشان بشار الأسد، دخلت لمصالح بتخص روسيا، بتدخلت بسبب النفط والغاز. بعد الاتفاقات والاجتماعات الدولية اللي صارت، بعتقد انه الدول الكبرى اتفقت على الحصص تبعها بسوريا وتقسمت سوريا، وهون بتكون المهمة الروسية بسوريا انتهت. وروسيا من الاساس ما كانت نازلة حتى تدافع عن بشار الاسد، نازلة حتى تاخذ حصتها من ثروات سوريا.